يلي لازم تعرفوا عني انه بابا سيء لدرجة كتير كبيرة. هو أسوأ وأظلم شخص ممكن تشوفه بحياتك كلها. امتى التقيتوا آخر مرة؟ آخر مرة حكينا فيها على التليفون لما كنت بجورجيا. بترجاكي تقنعي أبوكي بلا ما نروح على اليابان، بترجاكي. ما بقدر لميس، كل الأمور صارت جاهزة هلا. لك ليش ما عم تفهميني؟ أنا لازم أروح على اسطنبول ضروري. ما بقي لي هنيك غير قبر أمي، لازم أروح ولاقي مكانه لحتى أودع الوداع الأخير، ليش ما عم تقدري ظروفي؟ ألو لميس، غيري مكانك فورا. قلت لك لا بقى تتصل فيي ابدا، عم تفهم؟ رجاء امشي، ما بقى رح احكي. المهم تغادري مكاني وباسرع وقت. نفس يلي عم قوله، رجاء يلا قومي بسرعه. مين؟ يلا قومي قومي لانه وسخ وصل لعنا. كتير حلو، بكره المسا ممكن ننهي لك القصة. انت لا تاكل هم ابدا بوجود الشباب تبعنا. رحتوا على هداك المطعم بالصدفة؟ يومي تأماني اخدتني عليه. شو كان لك شغل بجورجيا؟ اهل رفيقتي كان صار لهم كم يوم واصلين لهونيك وانا كان في عندي عطلة، فرحنا لنشوفه. يعني هيك بتوقع. كيف؟ يا سيدي بابا هو حب انه نروح لهونيك وهو اللي خطط. اتاري ابوها لاماني مجيد بيك واللي هو الشريكه لبابا ومعلمه سابقا كانوا عم يخدعوني وبعتوني لهونيك. حتى اماني ما كان عنده خبر بالموضوع، وهالشي عرفته بعدين. تليفونك. اليوم رح روح على حفل الافتتاح بعد ما اخلص شغل دغري، لا تقلقي علي. ماشي. الو صباح الخير. ايه بس لحظة واحدة. شبكي؟ نسيت موبايلي. اوعي تتأخري. ما رح اتأخر لأنه أصلا مو جاي على بالي روح بلو. يلا بشوفك. مع السلامة. ألو لا تأخذني أخرتك، بس نطرت جميلة لتروح. بالعكس أنت ما تؤاخذيني. لأنه لهلأ ما اتصلت. مو مشكلة، نعرف أنك مشغول بهالكم يوم ومعذور، وشايفين أنه مخك بمكان تاني. استلمت رسائلك متأخر لأنه موبايلي كان مسكر. مو مشكلة عادي، بس اليوم فينا نحكي؟ طبعا تفضلي. ما فينا على الهاتف، لازم نلتقي وش لو وشو. يا ريت يكون اليوم، الموضوع بيتعلق بجميلة. ليش خير؟ شوفي كوثر خانو، جميلة منيحة؟ مو كتير والله، بقصد من الناحية العاطفية عقلها مشوش وأعصابها تعبانة ومو مرتاحة بنوم. المهم هلا لما بشوفك بنحكي بكل التفاصيل، بس رجاء لا تخجلني مهند، خلينا نلتقي ضروري. ما
ماشي، وين بدك نلتقى؟ طيب اتفقنا، جاي فورا لعندك. هلا مستحيل، لانه اول شيء لازم روح افتح المحل. بعد شي نص ساعه بقدر اشوفك؟ معناتها بعد نص ساعه بنلتقي كوثر خانو. لحظه مهند، لا تسكر، بدي اطلب منك طلب، انك ما تجيب سيره لجميله الا بعد ما نشوف بعض. رجاء مهند، اول شيء خلينا نقعد ونحكي، وبعدين اذا حبيت انت بترجع بتخبره بالموضوع. ماشي مثل ما بدك، بشوفك بعد شوي. جميلة صار معها شي مهند؟ جبتلك الدواء. لسه ما خلص الدواية، بكفيني شي يومين. حتى ولو خليه عندك احتياط ما بيأثر، لأنه يمكن غيب شي يومين. لوين مهند؟ بترجاك قلي إذا فرحت رجع. كم مرة قلتلك لبقى تجيبي اسمه على لسانك؟ ولو رجع لا تخافي، الشرطة برا، فلي الباب ولا توقفي جنب الشباك أبدا، فهمتي؟ مو جوعان؟ لا. أبوك صار عنده سلاح. ماني متأكدة. شو؟ جاب معه العمال ومدري شو اشتغلوا بغرفة النوم، وكمان صاروا يحفروا بالخزانة والحيطان، وحبيت أعرف شو فيه، فشفتهم بالسر حطوا صندوق بالخزانة. انت برأيك ليش حطوا الصندوق يا ترى؟ شو بده يخبي فيه؟ لا ما بظن بيجي بسلاح. بعدين كنتي عم تتجسسي عليهم؟ لا والله، بس انا توقعت هالشي لانه هو قال لي ما رح اترك مهند لحاله، وبدي انتقم من هداك الزلمة بايدي، يعني هيك شغلات. بس كان معصب كتير، وانا بعتقد انه هو فعلا جاي بسلاح. وينك ولا؟ ها؟ وين تليفونك؟ بس فهمني ليش ما عم ترد على تليفونك؟ الشوفير وقتها كان عم يوزع شافك انك اجيت، لا بتمر على المحل ولا بتخبر شو اللي صار معك، انت اي نوع من البشر؟ لك انت ما بتحس بالمسؤولية؟ بابا انت جبت سلاح؟ لك بس فهمني وين رحت؟ وبطلت تعرف ترجع، قل لي، فهمني وين كنت؟ سألتك رد علي، عندك سلاح ولا لا؟ لا. لشو هالسؤال؟ ليش هيك؟ ليش هيك؟ بابا ليش ما بدكم تتركوني لحالي؟ ليش ما بدكم تحلوا عني؟ ليش تتدخلوا بحياتي؟ رح تخربط كل شيء يا بابا. لا تقعد تصرخ، قلت لك ما عندي لا سلاح ولا غيره. ليك انت لا تتدخل بشغلي، لا تتدخل ابدا، لانه بتندم. ما رح اتركك تدمر حياتك، فهمت؟ شوف علي مات على ايدي هدول، مات بس لانه صد بصدره الطلقه اللي كانت جايه على راسي، انا حسيت بنفسه الاخير. علي مات على ايدي وهو عم يضحك ويبتسم، وهنا بصدرته الاخيره اللي طلعها فيي ما عم بتروح من راسي بنوب. الانتقام من هذا الوسخ دين برقبتي انا وحدي، وإذا حاولت تمنعني أعمل هالشي، أو إذا وقفت بوشي، إذا عملت أي شي بحجة إنك بدك تحميني، أو إذا فكرت شي يوم ما تسمح لي انتقم من هالسافل هاد يا بابا، رح آخذ السلاح وفضيه بقلبي. لك شو عم تقول أنت؟ أقسم بالله العظيم. لا تكفي، عم بقلك باخد سلاح وفضيه بقلبي، وبتعرف لما بحكي بنفس كلامي لو شو ما كان الثمن، فهمت ولا لا؟ مهند بتمنى انك تفهمني وما بقى توقفني وشي. Thank you.
ليش هيك؟ شو صار لهي؟ مرحبا يا خانو. يلا اقعد، ما عندي وقت كثير. خير؟ شو الموضوع؟ والله كثير خوفتيني. ايه شو بتشربي؟ ما بدي اشرب شيء، بدي تسمعني. رح فوت بالموضوع دغري وبدون مقدمات. انت وجميلة لازم توقفوا اللي بينكم وتبعدوا عن بعض فورا. ارحم جميلة من هالعذاب، الله يخليك. جميلة موقفة حياتك كلها على حلم ما رح يتحقق أبدا. أنت بتعرف منيح قديش هي عانت وتأذت وعالفاضي. لو سمحت شوف طلع من حياتها وريحها بقى لهالبنت. كوثر خانو، أنا ما أذيتها لجميلة. مبلا عم تأذيها. أنا بحبك مهند وأنت بتعرف هالشي، يعني بالرغم من كل مشاكلك بشوفك شاب كتير منيح، بس المشكلة انه انت مو مناسب إلها بسبب ظروفك. اساسا جميلة بنت مجروحة. مجروحة بسببي. جميلة اجت على هالدنيا وابوها ما اعترف فيها ابدا. وانا بعرف انه لهالسبب بحسها على طول اخذة موقف ومعصبة منها. بس شو بدي ساوي؟ أنا بعتبر إنه قراري كان صحيح لما احتفظت فيها، وهلأ هي حياتي وهي سبب وجودي كمان وكل شي بملكه. ونحن بهالدنيا كلها يا مهند ما قلنا غير بعضنا. شو بدك تساوي؟ هاي مسؤولية الأمومة. ركضت كتير مشانها، فنيت عمري كله بالشغل والشقة مشان كبرها، وهدفي كله كان شوفها مبسوطة. بعرف. والحمد لله ربيتها من دون ما ينقصها شي ابنه، أو هيك ظنيت. حاولت إني ملي عندها فراغ الأبوة، بس بدون فائدة، ما زبط هالشي. وضل على طول موضوع الأبوة عامل فراغ كبير بحياتها، وعانينا من هالشي اتنيناتنا. بعمره ما كان في رجال بحياتي، لا أب يحميها ولا أخت تتسلى معه، يعني كانت تحس دائما بشي ناقصها. ولهذا السبب بس اجيت انت واظهرت لها شوية حنية ضافت قدامك، ومشان هيك هي بتحس دائما انها بحاجة إليك. مهند، مهند اطلع فيه. انت تتذكر اليوم يلي اجيت لعنا وكنت جايب معك ورد؟ كان معهم ورقة وكان مكتوب عليها بحبك. وبتذكر كمان لما شفتها مع مؤيد وهربت. يومها انا عرفت انك ما رح تكون بحياتك لجميلة. انت ما فيك تحط عينك بعين وحدة كانت خطيبة اخوك، ما فيك تساوي هالشي حتى لو كنت بتعشقها وبتموت فيها لجميلة. ما فيك، لأنك أخويا مهند. جميلة حبت مؤيد وانخبت إله. شو بتحبوا تاخدوا؟ أنا باخد كاس شاي. حضرتك؟ كان بالنسبة إلى المنقذ من هالحارة، كان قارب النجاة يلي متمسكة فيه. بس هو شو عمل؟ أنقذ حاله بس وتركها لجميلة. ماتت كل أحلامها، صارت ما عرفانة شو بدها تساوي. وكل ما ساعدتها أنت هي عم تحاول تداوي جروحها فيك، من خلالك عم تحاول تملي هالفراغ الموجود بحياتها. لك بنتي يا مهند عم تدور على أي غصة تتمسك فيه، وصدقني هاد مو عشق. هذا هو رأيك؟ لسه ما خلصت كلام. انت مشاكلك كتيرة مهند، يعني عندك مشكلة كبيرة مع فرحات،
ومشاكل مع سمرة ومع مؤيد، يعني حياتك مخبوصة. أنا ما بدي بنتي تعيش حياة كلها مشاكل، وأنا ما بقبل بهالشيء. أنت فيك تأكد لي إنك رح تقدر تمسك إيد جميلة وبعمرك ما تتركها؟ أكيد ما رح أترك إيدها أبداً، بس رح تتعذب معي، مزبوط؟ فيك تعطي وعد إنه رح تعيش حياة سعيدة أو إنها رح تكون بأمان؟ قلي هلأ، فيك توعدني إنك رح تقدر تأمن لها هالشي؟ حابب إنه أوعدك، بس ما فيك. يا خانم، الله يخليكي لا تساوي هيك. مهند، بدر حكمان طلب الزواج من جميل. والموضوع جدي، هو كتير بيحبني. انت شو عم بتقولي؟ مهند، بدر امكانياته كتير كبيرة. انت بتعرف انه هو بيقدر يعيش حياة سعيدة. حتى هو هلأ بعد عن اهله وقطع علاقته معه نهائيا. لا مؤيد ولا بانا رح يشكلوا اي مشكلة بحياته لجميلة. تفضلي. شكرا لك. مستحيل بدر يتزوجها. لا مستحيل، انت شو عم تحكي؟ بس انا واثقة انه هو رح يسعدها لجميلة. مهند، انا حابة انه بنتي تكون معه. بنتي بتستاهل هيك حياة. بس هالموضوع ما رح يتم طالما انت وياها لساتكن قراب من بعض. لو سمحت مهند، انهي هالموضوع بيناتكم. الله يخليك لا تلعب بعقل جميلة. طالما انت بحياتها لجميلة بعمرها ما رح تقدر تاخذ هيك قرار. ما حدا في ياخذ هالقرار غيرك. واذا انت بتحب جميلة عن جد بتساوي هيك يا مهند. اي بحبها كتير. مع الاسف الحب لحاله ما بيكفي. رجاء رجاء لا توقف بوش سعادة جميلة يا مهند. وانا كأم عم بطلب منك هالطلب. الله يخليك اطلع من حياتك. كمان مسكر. يمكن نفس المشكلة. طيب لا تاكلي هم، رح شوف شو المشكلة وحل الموضوع. عن جد لا تعذب حالك مهند. هلا أنا مو بحاجة أبدا. خلص نعمة، قلت لك رح حلها. شوفي كتيري بالك على حالك. السلام عليكم. عليكم السلام. على شركة سمني. شكرا عينك. مهند عم يتصل، برأيي بلا ما ترد وتتعب أعصابك. عشان ما نتأخر.
وين البنت؟ لك وين البنت؟ وينها ولا بقتلها؟ وينها؟ يلا لك مهند. عم بسمعك حول. وقعوا مهند بالبس وهو بتاكسي مع جعفر خان. انت شو عم تحكي ابني؟ شو ما في حدا عم يراقبه؟ اطلبوا من اقرب دوريه تقطع الطريق عليهم فورا، وانا جاي، يلا بسرعه. هلا الشروط تغيرت. عم تسمعني يا قاتل؟ انت اخذت روحي وانا رح اخذ روحك. انت ماشي بطريق غلط، انا ما بيربطني شي بهالبنت. اذا ما بتجي رح اقتلها بنتك. انا مالي علاقة بالبنت هاي بنوب. انت حر، معناتها رح اقتل البنت على كل الاحوال. اذا ما بتقلي وينها ما رح تنزل عايش. اذا متت بعمرك ما رح تشوفها. اذا ما بتجي لهون البنت رح تموت. انت اخذت لي اخي وانا رح اخذ بنتك يا مجرم. اجت الشرطه. خلاص بدر. الحفلة الساعة 7 المساء، كوني جاهزة. رح مر عليكي واخدك. ليش انت جاي اليوم؟ غبت أكثر من اللازم، أنا جاي. ايه انبسطت كثير بهالخبر. وين بلاقيكي؟ والله كنت عم فكر روح من الشركة، بس إذا ما بدك بشوفك هنيك. لا جميلة، رح أخدك من الشركة. كيف الجو عندكم؟ جان بغرفته شي؟ مو كثير منيح. في حالة رعب بسبب عمر شتالجي. والكل خايفين انه تصير شي فضيحه المساء. لا يخافوا انا موجود. انبسطت برجعتك. سالتك جان فاضي ولا لا؟ بس لحظه، بانا عنده بالمكتب. زينب دقيقه لا تفوتي. بدر بعدين بتصل فيك. طيب. قلت لك انه جان مو فاضي، هلا عنده بانا خانه. ايه منيح وهيك احسن. بشوفها كمان مشان نحكي بالشغل. زينب ما بصير تفوتي. روحي هيك. انت شو عم تحاولي تساوي؟ مفكرة انك بهالطريقة بتقدري تخلصي من مشاكلك؟ انا عم ابني مستقبلي مو مثلك. موقفة حياتك كلها عند مهند. اصلا انت مجنونة وكل يلي عم تساويه غلط. شو عم يصير؟ خلص لا تعصبي هيك. جميلة عم تساوي علي معلمة وبدها تمنعني فوت لعندكم. ايه هي كانت بدها تفوت لعندك، قلت لها انه انتم مشغولين هلا. تفضلي زينب. جاهزين؟ خلصتهم بوقت قصير لانه ما عندي شي ساوي. خلينا نفوت على المكتب. جميلة اطلبي قهوة. طيب قهوة السكر خفيف.
شكرا. من الأول اهدى شوي، ليش متوتر كل هالقد؟ وينو هالواطي؟ مهند شو هاي؟ وينو؟ من شو هاي؟ ولا شيء. وقف. ليتني عم استناك، شرف لشوفك. شو بيعمل هيك؟ اتركه. أنا برجيك كعكة. نادي الأمن. وهي مشان تمد إيدك علي. أنا نبهتك يا وزيك، أنا ما قلت لك ما تمد إيدك على حساب؟ شو بدك تقتلني؟ اضرب. ما قلت لك إنه أهل علي نعمة أمانة برقبتي؟ أمانة برقبتك أنت مو برقبتي أنا. لك خلاص يا حقير، شو رأيك أرميك لتحت؟ بقيت لك ولك، أنا ما قلت لك إنه ما تمد إيدك على مصاريهم؟ قلت لك وهذا دينك أنت، لا تحولني مسؤوليته. لك أنت من شو معتنك؟ ما عندك ضمير أبداً؟ وقف. إذا بتريد استنى شوي. وقف لبرا. روح من هون. لا لا وقف. بدي أمرك. بس يا مهند اهدى. بدي أمرك. وقف. هذا الفرق هون بيناتنا. أنت ما عندك غير عضلاتك بس أنا ناوي، مو أنت. تليفون واحد بيقدر يوقف لك كل حياتك. إن شاء الله يا مهند بلا ما تساوي مشاكل، إن شاء الله بكفي. مهند أنت دائما هيك بكفي. إذا عم تتعوّب المصاري ويحلف لك إنه بسنة واحدة رح أكسب قد اللي كسبته بحياتك كلها. إيه أنا أقوى منك بكثير. خلص. مهند. بتشوف شو رح تساوي بكرة. سنة واحدة رح أكسب كل اللي كسبته، رح أملك أضعاف أضعاف اللي بتملكه. ما أنت أصلا بلشت. ليتك أخذت جميلة مني. مهند مهند اهدى شوي، حاول إنك تهدى. الله يخليك. هلا أنت اهدى وروق واتركه، لأنه لو شو ما قلت له ما رح يفهمك أبدا. انت ما بقى تعني لي يا حقير. قلت لي هذا الشيء من قبل. مهند انا ما بقى اعتبرك اخي، وهي كمان قلت قبل هالمره. طلعوا هالزلمه لبرا. يلا انت ممنوع انك تفوت على هالبنايه مره ثانيه. موعدكم رح نرجع نلتقوا عن قريب. الحمد لله على سلامتكم، خاصة انت زينب، لانه هالزلمة عن جد بلا عقل. روح بسرعة بحط عليهم تلج قبل ما يورم، بكرة عندك مؤتمر صحفي. طيب خلص هلا بروح. مهند وقف دقيقة بس لأجيب جزداني ونروح نقعد بشي محل ومنحكي. من شو هاد؟ اوعيك لا تلمسيني. ليه ما بتقلي شو الموضوع؟ بيخصني شي؟ لا أبدا ما بيخصي، ما في شي بيتعلق فيكي جميلة، لا بقى تقربي مني. واضح كلامي؟ فهمتي؟ بعرف انك عم تحكي هيك لانه معصب من مؤيد، بس هو ما عاد يكون حاجز بيناتنا، وانت مانك مديون له بشي.
بقى في حدا بهالدنيا ممكن يكون حاجز بيننا. جميلة، لا تهربي علي. ما رح اتركك لاني مو خايفة من شيء. بدي احكي بوضوح اكثر مشان تفهمي علي. ما بدي اشوفك، بعدي عني. انت مالك بحياتي وبتمنى انك ما تستني مني اي امل. واضح الحكي؟ لا تكوني عنيدة ولا بقى تستنيني. ليش عم تقول هيك يا مهم؟ لاني عرفت حياتي كلها من كتر القتال مع العالم. طلعي هون، شايفة هالجرح؟ هاد جرحي انا، ما نو الك، ورح يروح معي للقبر. ما في يكون الرجال اللي رح يساعدك. بس انت بتحبني مو؟ ما بدي اياك تكوني بحياتي بنوب. لا تحاولي تحاكيني لو سمحتي. هات المفتاح. بس يا خانم. لك هات المفتاح. خليني اوصلك. ما بدي. ما رح اتركك ولا اتخلى عنك ابدا. مهند، أنا بعرف إنك عم تساوي هيك لتحميني. حكيك كله كذب. قد ما حاولت تبعدني عنك أنا ما رح أقبل لأني بحبك مهند. شو خير خانو؟ رايحة مشوار. لوين؟ القنصلية قريبة، فرح اتمشى لهونك. يا خانو لا تطلعي اليوم لو سمحتي، عدي وانتظري رجعة شرف. وليش بقى لازم اقعد وانتظر شرف؟ ما بعرف شو السبب، هاي هي التعليمات اللي عندي. اذا سمحت بعد لميس خانو، اليوم لازم تبقي بالفندق مشان امنك. بدي اذا بتريدي ممكن تروحي على غرفتك. لو سمحتي تفضلي.